بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم في تمرين جديد، في تمرين عن الموسفيت، ثابت ميكرو إلكترونيك. اليوم عندنا تمرين رائع، سنحاول أن نحله مع بعض. يقول نص التمرين، هذا هو المخطط، يقول نص التمرين: An NMOS transistor fabricated in a process for هذه الـ process transconductance، هي عبارة عن KN. Process transconductance نقصد بها الـ KN. Which the process transconductance parameters is 400 micro ampere per volt square, has its gate and drain connected together. The resulting two terminal device is fed with a current source I, as shown in figure. هذه الـ figure with an I equals to 40 micro amps. The voltage across the device is measured to be 0.6 volt. When I is increased to 90 microamperes, the voltage increased to 0.7 volts. Find the V threshold and W over L. هذا الratio, aspect ratio يسمى, of the transistor. Ignore the channel length and modulation. في هذه الحالة يمكننا القول أن باستعمال هذه أن VDS تساوي VDS تساوي VGS، معناتها ونعلم أن VGS ماذا تساوي، ونعلم أن VGS ماذا تساوي، تساوي أو ما بالأحرى من الأحسن نديرو V over drive يساوي VGS ناقص VT، هي V threshold. ومنه يمكن القول أن VGS يساوي VT زائد V over drive. من هذه المعادلة، عفوا، من هذه المعادلة يمكن القول أن VGS أكبر من V overdrive، أي VDS مادام تساويين VDS و VGS، معناتها VDS تكون أكبر من V overdrive. لما VDS تكون أكبر من V overdrive، هذا يعني أننا في مرحلة saturation. ماذا نعلم عن saturation؟ نعلم أن saturation لدينا الـ current ID، current ID وش يساوي؟ يساوي نصف كأن، هذه هي معلومة، في VGS ناقص VT مربع، هذا قانون. نعم، كما كنت أقول، أعتذر، أن كأن بريم تساوي 100 في سي أو إكس، وهي بروسيس ترانسكوندكتنس. أي الفرق بين كأن والكأن بريم أن الكأن لا تحتوي على دبليو سير آر أسبكت ريشيو، أما الكأن بدون بريم، كأن تحتوي على دبليو سير آل الأسبكت ريشيو. هل الفرق بيناتهم؟ إذن بروسيس ترانسكوندكتنس نعتبرها هنا أنها هي الكأن بريم وتساوي 100 في كوكس، أو وهي معطاة 400 مايكرو أمبير على فولت مربع. إذن هذه البي تي هي المجهولة. لدينا، نلاحظ أنه لدينا معادلة، ويمكن أن نخرج معادلة أخرى. معادلة هذه لما إي دي تساوي، ماذا قال لنا؟ لما إي دي تساوي 40 مايكرو أمبير، وش تساوي البي جي اس؟ البي جي اس تساوي 0.6. ولما اي دي، لدينا معادلة اخرى، اي دي تساوي نصف كأن بريم ايضا، دبليو اوفر ال في جي اس ناقص في تي مربع. هذه في هذه الحالة، هنا اي دي طالنا 90 مايكرو امبير، و VGS هي 0.7 فولت. إذن باستعمال هذه المعادلتين بالتعويض، نعوض
إذن 40 تساوي نصف في 400 ولا يهم، هذه ميكرو أمبير وهذه ميكرو أمبير على فولت في W over L في VGS، عفوا VGS هي 0.6 ناقص VT مربع. والمعادلة الأخرى هي 90 على over 1 في نصف في 400 في W على L في 0.7 ناقص VT كل مربع. إذن لدينا معادلة أولى ومعادلة ثانية. أعتقد أن أصبح الحل واضح بالنسبة لهذا التمرين، فقط هنا بالتعويض. إذن هذه يجب أن نفهمها فقط أن VGS أكبر من VT. V overdrive الذي VGS أكبر من V overdrive، هذه V overdrive هو الذي يدخلنا في مرحلة saturation. مادام VGS يساوي VDS معناتها VDS راح أكبر من V overdrive، وهذا يدخلنا في مرحلة saturation. ومن هنا باستعمال هذه المعادلتين يمكننا أن نجد W على L و V T. إذن في الحالة الأولى يمكننا نقوم بقسمة هذه مع هذه لكي نجد تصبح لنا 4 على 9 تساوي، هذه تختزل، 10 هنا تختزل، 4 هنا تختزل، نقسم 1 على 2 أو 2 على 1 لا يهم. إذن هذه تختزل وتصبح لدينا 0.6 ناقص في تي مربع على 0.7 ناقص في تي مربع. أيضا نلاحظ أننا يمكن تجذير طرفين، عندما نجذر الطرفين تصبح لنا 2 على 9 على 3 تساوي 0.6 ناقص في تي على 0.7 ناقص في تي باستعمال معادلة رياضية فقط. تصبح 2 ضرب طرفين في الوسطين، 2 في 0.7 ناقص 2 في تي تساوي 3 في 0.6 ناقص 3 في تي. إذن نأخذ هذه، من الأحسن أنه نحضر هذه إلى هذا الطرف وهذه إلى الطرف الآخر. ماذا تصبح لدينا؟ في تي تساوي 3 في 0.6 ناقص 2 في 0.7 باستعمال الحاسبة نجد أن VT تساوي 0.4 فولت. لكي نجد W على L aspect ratio نقوم فقط بتعويض في إحدى المعادلتين. إذن في المعادلة الأولى 40 تساوي نصف في 400 في W على L في 0.6 على ما أعتقد ناقص 0.4 مربع تصبح تساوي هذه المعادلة 0.6. إذن 40 على 0.5 في 400 في 0.2 مربع في W على L، هذه وجدنا aspect ratio. ومنه يمكن أن نستعمل الآلة الحاسبة لكي نجد W على L إذا تساوي 5، لا يوجد وحدة لها لأنها ratio أو نسبة. أشكركم إخواني أخواتي على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو اضغط لايك، يرجى الاشتراك في القناة لكي تدعمنا أكثر، وإلى اللقاء في حل تمارين أخرى.